يعني إذا ننظر لأسواق النفط بلا شك بالجملة تبدو أنها قوية، لأن المؤشر على ذلك هو أسعار النفط. أسعار النفط تفوق الـ80 دولار، يعني إحنا قريبا من الـ85 دولار، وبالتالي ما بين الثمانين وما بين 85 دولار للبرميل لنفط خام برنت، بلا شك أن أوضاع السوق النفطية قوية متينة من خلال تعافي الطلب، ومن خلال أيضا تناقص الإمدادات. لكن أي خبر في يعزز وجود تخمة مثلا في أو بناء في المخزون النفطي، خصوصا حركة النفط الخام الأمريكية، يضغط على الأسعار. أي خبر في أن في دو يعني منتج من المنتجين رفع إنتاجه، بلا شك هذا أيضا يؤدي إلى ضعف إلى ضغوط على الأسعار، لأن في المقابل هنا الوتيرة تعافي الطلب على النفط أقل من المتوقع، وبالتالي أي خبر في بالنسبة للإمدادات سيضغط على الأسعار. لكن جملة الأسعار قوية، وهذا يؤدي يشهد بأن أساسيات السوق بالعموم قوية. لكن أيضا العامل الجيوسياسي متى ما تصاعد، فهذا أيضا يعزز توازن الأسواق، يعزز مخاوف الأسواق من خلال أي تأثير أو مخاوف من تأثر الإمدادات في أسواق النفط. ولذلك العامل الجيوسياسي يدعم الأسعار بالعموم. لكن بالنسبة للوضع في روسيا، يجب أن لا يخفى علينا بأن روسيا الطاقة التكريرية تأثرت كثيرا، وبعض الـ 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 يعني بعض الـ الـ بعض مصادر السوق تركز فقط على الصادرات، بينما هناك جانب آخر، لأن أنت لما تتكلم عن مستوى الإنتاج تتكلم عن صادرات، تتكلم عن مصافي، تتكلم عن استهلاك محلي، فهذه يعني تركيبة تؤدي في النهاية إلى الويل هيد برودكشن أو الإنتاج الفعلي. فبصفة العموم بلا شك السوق قوية، وأتوقع أن تستمر في قوتها. لكن هناك يعني الآن نحن داخلين على موسم السفر وموسم قيادة السيارات، وبالتالي هذا ممكن يدعم أسعار أسواق النفط ويدعم الطلب على النفط. لكن المخاوف أيضا من ضعف في هوامش أرباح المصافي، لذلك وجدنا الطاقة التشغيلية أو معدل تشغيل المصافي في العالم في انخفاض بسبب ضعف في هوامش أرباح المصافي. ومن هذه المصافي وجدنا بالنسبة للصين شيئا ما في تقليص في معدل التشغيل، هذا يؤثر بلا شك على يعني وتيرة تعافي الطلب. إذا ما نظرنا أو أخذنا نظرة طويلة الأمد، تقرير لوكالة الطاقة الدولية منذ أسبوع تقريبا توقع أن يكون هناك فائض بنحو 8 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وربما ذلك بسبب ضعف توقعات الطلب بحسب الوكالة. فاليوم إلى أي مدى هكذا تصور أو هكذا نظرة مستقبلية للمعروض الفائض في المعروض تقلق ربما؟ وهل ترى أنه ربما توقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب ضعيفة؟ أولا بالنسبة لتوجهات وكالة الطاقة الدولية المتوسطة الأجل، هي تحركها يبدو أنه سياسي أكثر من اقتصادي، وهي يعني تريد أن تقلل أو تدفع باتجاه تقليل الاستثمار في النفط، ولكن هذا الأمر قد يكون له تأثيرات سلبية في المستقبل، متى ما يعني لأن العالم في تنامي، العالم يحتاج كل أنواع الطاقة وعلى رأسها النفط، والنفط مستمر في النمو. أي تقليص في الاستثمار بلا شك يؤدي إلى زعزعة وانتربشن، انقطاع في الإمدادات، وبالتالي يؤثر على العالم في وقت يعني يحتاج العالم في كل أنواع الطاقة. لكن أيضا من المآخذ على وكالة الطاقة الدولية،
بأن توقعاتها للطلب على العموم أيضا في تباطؤ كبير. يعني اليوم نتكلم عن نمو في الطلب تقريبا في حدود 1,400,000 إلى 1,500,000 برميل يوميا، في مقابل نتكلم عن معدل نمو الطلب بالنسبة للأوبك في يتراوح ما بين 1,200,000 و 200 برميل يوميا. فهناك شاسع، وهو ما بين يعني توقعات أوبك وتوقعات وكالة الطاقة الدولية، وقد يكون هذا مدفوعا سياسيا أكثر من مدفوع اقتصادي. وبالتالي نحن مطمئنين العالم يحتاج لكل أنواع الطاقة، ويحتاج إلى النفط على وجه الخصوص، والنفط موجود هنا لعقود قادمة.